اهلا بكل مشاهدينا في كل مكان يمكن كتير بنسمع كلمه ستارت اب وشركات ناشئه وشباب صغيرين يعملوا تطبيقات مثلا اعتقد كل المواطنين بيتعرضوا بيستخدموا هذه التطبيقات ونلاقي فجاه قصه نجاح كبيره وراها شباب صغيرين ابتدت بفكره لشباب بعد كده أخذوا تمويل بعد كده بنشوف نجاح لهذه التطبيقات ولهذه الشركات طبعا ورا النجاح ده بيكون في تحديات كتيرة والموضوع ما بيبقاش سهل بيبدأوا إزاي وإيه اللي بيحصل ويعني إيه أصلا ستارت اب ده اللي هنناقشه مع ضيوفنا النهارده في الاستوديو دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار وايضا استاذ عمر البربري مؤسس احدى شركات رياده الاعمال في مجال تطبيقات التعليم وتطوير الطلاب مساء الخير على حضراتكم منورنا في التسعه طيب عايزين نبدأ نبسط للناس الأول يعني ايه شركة ناشئة او ستارت اب زي ما هو معروف وزي ما كنت بقول احنا معظمنا نعرفها من تطبيقات بقينا بنتعامل معاها ندفع بيها خدمة يعني بتقدم خدمات للمواطنين طب هو هو طبعا في اختلاف كبير في ما بين الشركات التقليديه والشركات الستارت اب او الشركات اللي ما اعرفش بيسموها بالعربي ايه بقى اللي هي الشركات الناشئه وفقا لمواصفات خاصه مم. وبالمناسبه مش معنى انه ستارت اب او شركات ناشئه انها الجزء الاكبر المشاع او المعروف عنها انها الشركات اللي بتستخدم تطبيقات صحيح. او اللي بتقوم على تطبيقات بس مش معنى كده انه الستارت اب كلها تطبيقات مم. هو الابلكيشنز اللي بتستخدم دي مؤكد انها بتعمل اكسلريت او بتسرع نسبه الرواج واستخدام الخدمه دي أغزن في الاعتبار انه الـ 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 الموضوع مختلف فيما بين الشركات التقليديه وشركات الستارت الاختلافات بدايه انه الستارت عاده بيبقى عمل غير تقليدي عمل مش معروف والفكره بتبقى جديده وعشان الفكره بتبقى جديده عاده بيبقى البيزنس موديل بتاعها لسه بيشكل يعني لو شركه تقليديه البيزنس موديل بتاعها بيبقى معروف نقدر نحدد تكاليفها نقدر نحدد ايراداتها نقدر نحدد ربحيتها الكوست ريكفري هتسترد بعد فتره زمنيه قد ايه لكن في حاله الستارت اب البيزنس موديل لسه بيعاد تكوينه او تشكيله وبيختلف من مشروع اخر التاني الثاني الاكثر اهميه وخطوره انه الشركات التقليديه البيزنس موديل بيبقى فيه نوع من الاستقرار Financial ستراكشر او هيكل التمويل بتاعها تقريبا بيبقى تقليدي عارفين هنجيبه منين هن العمل او دورة التشغيل هتاخد فتره زمنيه قد ايه الارباح هتبقى شكلها عامل ازاي نقدر نعمل بيزنس بلان بسهوله في حاله الاستقطاب الموضوع بيبقى مختلف لانه الفكره بتبقى مش تقليديه Financial ستراكشر بيبقى غير تقليدي في شغف الربحيه مش هي المعيار الاكثر اهميه مم. يعني المعيار الاقصى فيما يتعلق بالشركات التقليديه الربحيه معيار ذو اهميه قصوى في حاله الستارت اب مش الربحيه بقدر ما هو البريشن ريت او اللي هو فكره الى اي مدى الشركه بتنمو مم. وبيبقى بسرعه كبيره يعني مم. الشركات التقليديه اللي بتنمو ب 10 20 في المية الشركات الستارت اب ممكن تنمو بيبقى في بومنج فعلا بشكل كبير جدا بومنج 1000 في ألف المية و2000 المية وده بيعمل حاله مش بس حاله انه في فكره انه في مؤامره او في سوق نيه لكن هو الفكره كلها عشان البيزنس موديل جديد فعاده الشركات اللي بتنمو بمعدلات كبيره للغايه ما لم يكن الاداره عندها فيجن واضح <applause> احتمالات التعصب تبقى عاليه جدا وهو ده اللي بيخلي عليه نتكلم عن تحديات. مساله الاداره دي لانه فيها تحديات كبيره صحيح. ويمكن طبعا كلنا سمعنا عن الحاله اللي حصلت مؤخرا في احدى الشركات الناشئه لكن خليني أروح للاستاذ عمر وعايزه اعرف عن يعني مشروعك تحكي لي اكتر ابتديته امتى عدد الموظفين فيه الفكره كانت فكره مين احكي لي اكتر ازاي يعني قدرتوا ان انتوا تدخلوا السوق مساء أه الخير الاول وتسمحي لي اقول ان احنا شركه او بي ام للخدمات التعليميه احنا بنشتغل من عشر 10 سنين. آه، كنا نشتغل على هيئة مبادرة في م. البداية م. آه، والمبادرة دي تحولت إلى فريق عمل، فريق العمل تحول إن احنا نعمل ده كشركة. المبادرة كانت بتقوم إن هي بتعمل مجرد مؤتمر لإرشاد طلاب المرحلة ما قبل الجامعية لدخول الجامعات الأويرنس كامبينز اللي بتبقى المتعارف عليها. مرة واحدة بدأ الطالب يحس إن الطالب لا يقدر يدفع علشان يحضر حاجة زي كده، عايز يستفيد بقى في نيد موجودة. فقلنا هنعمل او بي ام علشان او بي ام هي اللي بتقدم الت... ايه للناس بتقدم شايفه انها محتاجه آه بتقدم للطلبه المحتوى والنصائح والجلسات التعريفيه والمؤتمرات اللي يقدر الطالب من خلالها ان هو يستكشف ماذا بعد الثانويه العامه من خلال دخول الجامعه من خلال ان هو يعرف سوق العمل عامل ايه وتاهيله لده. النهارده الطلاب مثلا يبقى طالب عايز يدخل كليه طب على سبيل المثال، فهو محتاج ايه الكواليفيكيشنز وانا لسه في المدرسه علشان اوصل لده، ايه مم. الحاجات اللي المفروض اعلي الريتس بتاعتي فيها؟ السكيلز بنعمل ده عن طريق حاليا عندنا موبايل اب اسمه طالب اب، طالب اب ده بيقدم للطلاب كل حاجه مش بس التعليم ان هو جايدنس هاب ده في منه جزئين الكارير ان هو يعرف كل حاجه عن الكارير بنعمله بروفيشنال اسسمنت الطالب بيدخل يقول الـ 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 بيرد على الاجوبه المعينه بنطلع له ايه الطرق اللي بعد كده م. في ريبورت كامل ايه الطرق اللي بعد كده المفروض الاندستريز اللي انت المفروض تدخل عليها مثلا الانترست بتاعتك موديك للفاين ارتس اللي هو فنون جميله، فنون تطبيقيه، عماره، الكلام ده كله، وبنبدا مع الطالب واحده واحده عن طريق الكونتنت الفيجوالز الموجوده سواء بقى البودكاست او طالب ووتش اللي هي بتوصلوا للطلبه ازاي؟ انه يمكن اعتقد انه من اول الحاجات اللي بتقابلكم هو التسويق صحيح، آه وده فافدنا فيه الخبره بقى اللي قبل كده كمبادره، كنا زمان واحنا طلبه صغيرين بتشتغل في الجامعه في وانا في المدرسه م. كنا اتحاد طلاب مدارس مصر مم. وبدانا نعرف الطلبه في المحافظات وبدأنا على العلاقه موجوده وحاليا احنا عندنا من الامباسدرز 732 في جميع محافظات الجمهوريه مم. فالنهارده الماركتنج اللي بيبقى عقبه بالظبط 732 امباسدر سفير لاو بي ام داخل المحافظات داخل المدارس مم. والتعاون مع العديد من الجهات سواء الموجوده الجهات الحكوميه او الجهات الاخرى قدرنا ان احنا نحقق السنه اللي فاتت بس ربع مليون طالب مستفيد من الشغل بتاع الشركه بشكل عام مؤخرا الاو بي ام دخل لها انفستمنت من نهضه مصر لرياده الاعمال وهي شركه بالمناسبه شركه مصريه والانفستمنت ده علشان نقوم بيه اكتر الموبايل ابلكيشن عشان نوصل بيه للطلبه بشكل اكبر ونقدر نقدم السيرفيس بطريقه سريعه للطلاب يمكن, يعني يمكن مساله التمويل على وجه التحديد للشركات الناشئه احنا بنتكلم زياده بنسبه 156% م. تقريبا عن عام 2020 مساله التمويل وشروط التمويل خليني اعود للدكتور هشام التمويل للشركات الناشئه شروط والقواعد المنظمه لده لانه اكيد اللي جاي يحط فلوس ده عنده شروط ما لازم تنفذ داخل هذه الشركه اداره هذا التمويل ويمكن ده اللي بيؤدي لحالات كثيره زي اللي شفناها مؤخرا وشفنا الجدل اللي كان دائر على احدى الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي. بالتاكيد عنصر التمويل عنصر خطر قوي في حاله الستارت اب لانه هو بدايه المشروع بدا كفكره مش محدد سلفا الفكره دي هتروح بينا لحد فين. وبالتالي ممكن الشركه دي افاقها تكون محدوده وممكن افاقها تكون متسعه وتنتشر مش بس محليا لكن اقليميا ودوليا. خلينا ناخد نموذج تاني هو الاكثر شهره او المعرفه لمعظم الساده المشاهدين بال بالمقارنه مع المشروع اللي تحدث عليه الاستاذ هو اوبر لان اوبر بدا برضه كستارت اب فهل حد كان متوقع انه قبل اوبر لما ينطلق هيبقى يصل لهذا المستوى؟ لا وبالتالي هو بدايه اللي او اصحاب الفكره ما بيبقوش عارفين الكورة دي هتتحرك بيهم رايحة فين آه وده اللي بيعمل تحدي فيما يتعلق زي ما اشرت للفاينانشال ستراكشر اهي هيك هيجي ازاي فعاده الستارت اب ما بيبداش بواحد يعني ممكن يبدا بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه فمبدئيا علشان هم مش بيبقوا عارفين بالظبط ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتعمل زي ما قلت انه الموديل نفسه جديد <applause> فعاده نقطه الخلاف الاوليه بتبتدي من قبل حتى ما المشروع ينطلق انه طب احنا هنوزع الحصص ازاي هنبتديها ازاي مم. الرؤيه يعني خاصه الرؤية مش واضحه قوي مم. لما رؤيه بتبتدي تتضح بنبتدي ندخل طب هو بيواجههم تحدي خطير انه معدلات النمو غير طبيعيه مم. امامهم ورقة وغير متوقعه يعني احنا برضو بنتكلم انه ما بين اعتقد الاحصائيات بتقول ما بين عن كل 10 شركات شركه مم. واحده هي اللي ممكن تنجح صحيح وبالمناسبه برضو يمكن من 30 سنه كان طبعا ده قبل اوبا يوكاديم كان شركات الاتصالات الموبايل الموبايل لما بدا كان نفس فكره الستارت اب الالكتروني كمان ودي من اكتر الحاجات اللي الناس بتتعامل معاها مواقع يعني صحيح. بتتعامل معاها المليارات يعني وهي الصعوبه مش بس انه الموديل البيزنس موديل ما بيبقاش واضح بالنسبه للقائمين على مشروعات الستارت اب لكن كمان للاسف انه عاده بيبقى اطراف وجهات التمويل كمان بيبقى البيزنس موديل بالنسبه لهم مش واضح واخص تحديدا القطاع المصرفي يعني م. يعني حتى كمان القطاع المصرفي ما بيبقاش عنده القدره الكافيه علشان يقدر يحدد احتياجات التمويل البيتيشن ريت او معدل الاختراق او معدل النمو المتوقع ليه باعتبار ان احنا قلنا انه دي فكره جديده فمالهاش موديل فلسه الموديل في مرحله التكوين فهنا طبعا في مصادر واوجه وبدائل للتمويل كتيره جدا بينها طبعا حقوق اصحاب الفكره اللي ممكن بعض يكون اكثر جرأة او بعض اكثر تحفظا فبيختلفوا فيما بينهم فبيبتدي المشاكل من دي وان يعني مشاكل الحقوق الفكريه للـ للـ كل دي لمالكين الشركه بنبتدي يعني ندخل مشكلة. فيها وبعدين نبتدي ناخد تمويلات هو كان في فيجن بالنسبه للبعض انه لا ده النمو هيبقى عالي جدا في البعض بيبقى متحفظ فتوزيع المهام وتوزيع فيه فيما بين المساهمين يعني خلينا نقول ان الستارت اب اللي عاده بيقوم على اكتر من شخص مشاكله بتبقى كبيره جدا ودرجه انتشاره مهمه لكن كمان بيبقى فيها مخاطر متعدده ومصادر لأن المشاكل هتكتر كل ما المشروع هيكبر اكيد مشاكل الاداره بتكون ما بين مجلس اداره متعدد يعني ومصادر التمويل ومصادر التمويل متعدده وو وتكاليف التمويل القدره على حساباتها بالتوازي مع احنا احنا بيبقى عندنا الفاينانشال ستراكشر بيبقى عندي جانبين فالى اي مدى اقدر احسب جانب الفاينانس بالتوازي او بيخدم على جانب الانفستمنت فالموديل بتاع الانفستمنت مش واضح وبالتالي الاستراكشر الفاينانشال ستراكشر كمان مش واضح وبالتالي هو ده اللي بنبتدي نقول انه في حاجه مقلقه وعشان كده مهم قوي ان يبقى مبدئيا المؤسسات المعنيه بالتنظيم والرقابه داخل الدوله لازم تبتدي تجهز نفسها مبكرة <applause> ولازم الجفرنس او قواعد الحوكمه توضع مسبقا علشان مش بس علشان نحد من الخروب او خروج هذه الاموال في اوط غير شرعيه لكن كمان عشان نضمن نجاح هذه الافكار لانه الافكار دي لما بتنجح بتخدم بتاكيد على قطاع عديد من المجتمع احنا عندنا شركات الصاب بدات كده اوبر وكريم بدا كده فاحنا الهدف الاساسي لما احنا نقول ان احنا محتاجين الاجهزه التنظيميه والرقابيه تشتد تطبق جوفرنس بمراحل مبكره علشان نضمن نجاح هذه المشروعات لانه بالتاكيد مهم جدا انه هذه المشروعات تبدا عندنا لان هي بالمناسبه لو ما عندنا بتبدا على الدول اللي حواليه صحيح وبالتالي مهم جدا ان احنا نسبق مش بخطوه بخطوات م. لانه لما بتبدا عندنا وننجح فيها بيبقى في وضع النمو خارجيا كبيره جدا وبالتالي صحيح. بيبقى احنا لينا السبق ولينا الزياده في هذا الامر بكل تاكيد دكتور هشام يعني نعود ونكمل الحديث لكن بعد الفاصل ونكمل الحديث ايضا معاك يا عمر نروح مع حضراتكم دلوقتي فاصل ونرجع بعده نكمل ابقوا دائما معنا اهلا بكم مشاهدينا ولسه مستمرين في الحديث عن الشركات الناشئه الستارت اب زي ما بتسمى ووجودها داخل السوق المصري والنمو السريع اللي حصل لكتير من هذه الشركات اعود لضيفي استاذ عمر البربري بما انك مؤسس لاحدى الشركات الناشئه كنا بنتكلم عن المخاطر والتحديات اللي بتعدوا بيها علشان توصلوا لنفضل يعني موجودين في السوق لوقت طويل نشتغل على الفكره اللي احنا اصلا يعني بدانا المشروع علشان, علشان في النص ناس كتير بتنسى الفكره والموضوع بيتحول لحاجه تانية بعيدة عن الفكره اللي هم كانوا شغالين عنها وده بطريقه اخرى بيخلي المشروع ما بينجحش زي ما احنا بنشوف نجاح بقى لمشاريع تانية كتيره انتوا عديتوا بايه طيب خلينا نقول ان حاليا احنا بنواجه ايه وقبل كده كان ايه اللي موجود زمان لما كنا نقول هنبدا نعمل شركه معينة ندور على فكره جديده الفكره دي ازاي نعملها في السوق هل هيبقى عندها نيد ولا لا حاليا الموضوع بقى مختلف شويه الناس بدات تعتقد ان هو بكل سهوله اقدر اعمل شركه دلوقتي واقدر اجي اروح اجيب تمويل واقدر اعمل واقدر عندها عن طريق مسرعه اعمال او عن طريق الجهات المموله م. وده بيكون عندنا ازمه كبيره بيكون ان في بعض القطاعات خلاص تشبعت بالستارت ابس الموجوده فيها م. وبدا ان في شركات تتزعم القطاعات عندنا شركات بدات تتحول وهي من ابرز الشركات المصريه هي فوري راحت بقت اي بي او حاليا في بعض الشركات الاخرى بدات ان هي تتزعم في تروح اسواق اخرى وللاسف الشديد في شركات بتتعامل علشان هو النهارده بدا ان هو يفكر في حاجه واحده بس، انا عندي انا بياع شاطر هاجي بي ابيع لحضرتك الايديا وانت حضرتك مستثمره وحضرتك هتحطي معايا الفلوس وابدا اشغل الفلوس بشكل خاطئ وده اللي بيحطنا في الازمات اللي احنا بنسمع عنها م. هو ان ان حاليا للاسف الشديد بقى اصبح وكان تاكيدا على كلام الدكتور ان لازم يبقى فيه على الاقل فاليديشن للناس اللي بتاسس الفكره دي، م. الفكره دي هل هي فعلا مناسبه للسوق ولا لا ولا محتاجينها أي فكرة ولا لا؟ محتاجينها ولا لا آه. ولازم نبدا نشوف الزبون ال 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 عامل ازاي ولازم نبدا نشوف اصلا هل الفكره دي يعني في البدايه بتيجي تقول بلان، ازاي هنقفل؟ يا هنكمل هنبقى الشركه دي على طول والشركه دي تاخد شركات صغيره وتاخد اللي حواليها وتكبر يا الشركه دي هتتباع لاماكن تانية. عندنا شركات في الاي كوميرس زي سوق مم. سوق شركه مصريه اتعمل عليها أمازون بالظبط من امازون وهو ده نموذج من نماذج الناجحه يا يعني نبقى نروح زي ده يعني الشركه تفضل مكمله هي اللي سايقه السوق بتاعها ومكمله فيه انما النهارده حاليا بدات اللي بيظهر حاليا بعض الشركات بدات تخد تقول انا باخد تمويلات وتاخد تمويلات برقم معين والصرف الخاطئ ده هو اللي ادى ان النهارده الشركات دي بيتم افلاسها ما معنى ايه الصرف الخاطئ يعني يعني الاستغلال الخاطئ للتمويل من وجهه نظرك ايه هو؟ الاستغلال هو التمويل ده لما احنا بنروح نقول لحضرتك احنا محتاجين تمويل بنحط بنود هو بنود منها بند التوسع بند ان احنا هنكبر التيم بند ان احنا هنعمل ممكن اكون انا مش جاي دلوقتي يعني ده أصدق اه بنحط بنود واحنا مش على درايه احنا فعلا هنصرف في البنود دي ولا فبنروح بدل ما نؤدي الانفستمنت كله اه في ان احنا نطور البرودكت ونفل الجاب اللي موجود في النيد لا بدنا نروح نعلي سالرز التيم اللي هو ممكن ما يبقاش اصلا تيم كويس بس احنا خلاص خدنا تيم معين زي ما حصل في بعض الشركات الازمه الكبيره اللي يعني هو النهارده بدا ان هو يجيب تيم بثلاث اضعاف او اربع اضعاف اسعار السوق واللي حصل ازمه اكبر ان الموظفين دولت يعتبروا كده خلينا نقول تشردوا ان الموظف ده النهارده خرج من الجامعه بدا ان هو بياخد المفروض ياخد 3 4000 جنيه بقى ياخد 10000 جنيه فالنهارده الموظف ده تعود ثلاث سنين ولا حاجه على ده في فاليو غير واضح وللاسف الشديد اللي بيؤدي الى فشل الستارت هو تقييمات الخاطئه مم. يعني يمكن عندنا في قطاع التعليم الموضوع شويه محكوم في, في مين اللي بيدي فلوس في قطاع التعليم او بيحط يستثمر في قطاع التعليم في الموضوع محكوم وده سؤال بالنسبه لي يعني عايز اعرف اكبر مصادر التمويل بالنسبه لكم آه حاليا مم. احنا آه آه لما قمنا في البدايه من من سنتين لما اسسنا الشركه قمنا على ان احنا نقدم البرودكت <applause> وبدا ان البرودكت ده يجيب ريفينيو لحد ما وصلنا مرحله ان احنا عايزين نتوسع او نسرع بشكل اكبر فنحنا آه كلمنا دعم من مين بقى نعم او اتكلمنا كذا جهه ومن الجهات اللي قعدت معانا اللي هي مثلا نهضه مصر ونهضه مصر بتيجي تقول لك او ايا كان الفينشر كابيتال او الاكسلريتور او الجهه اللي بتديك التمويل تقعد معاك فتره معينه تعمل زي معايشه كده مع الشركه بنعرف الفاينانشالز راحه فين الفلوس جايه منين طب انت هتكبر ازاي طب هتروح ازاي وبعض الاسئله اللي بتحط العامل والفيصل في الموضوع ده كله هو رقابه يا فندم الرقابه على من كمان جهات التمويل مم. هل جهات التمويل ما كانتش تعرف الرقم اللي اتاخد من كام شهر ده اللي اتقال انه هو خرج بره او دخل جوه هل الناس مش عارفه ان الرقم ده او محدش حدش بيراقب الارقام دي راحت فين او جات منين مم. ما هو ده السؤال ان في تمويلات بتدخل ما احناش عارفين التمويلات دي بتصرف في ايه مم. فبيلوموا على الستارت وفي نفس الوقت طب ما انت دورك الرقابي انت بتديني فلوس دي علشان اقوم الاي وانت اللي عندك خبره اكتر النهارده الفينشر كابيتالز او الجهات المموله بشكل مم. عام بتدي استثمارات مش بس لشركه واحده ل 10 15 شركه 20 شركه في نفس القطاع او مم. قطاعات مختلفه لكن لكن يمكن يبقى يعني الالتزام بالضوابط المحدده لهذا الاستثمار ويمكن ده يا دكتور كنت حضرتك بتتحدث عنه بالزبط. مساله الاداره داخل الشركات الناشئه وان ده ممكن يعمل جزء كبير من المشاكل اللي بنسمعها عنها مبدئيا علشان ما نتخضش طبيعي انه يبقى الستارت اب نسب التعثر فيه عاليه أغزن في الاعتبار انه احنا عندنا كمان ثقافه داخل مصر المشروع اللي بينجح في نلاقي 100 مشروع داخلية مم. ودي الحقيقه يعني نفس الفكره يعني بحل بدون ابداع إيه إيه. إيه. ودي الحقيقه حاجه خطر جدا يعني احنا المصريين بيجتهدوا ان هم الحقيقه ايه يدخلوا في مراحل تعثر مبكرة فمنطقي انه حالات التعثر في المشروعات الستارت هتكون كبيره لكن كمان زي ما ال... زي ما كنت بقول انه الموديل نفسه مش واضح لل... للقائمين على مشروع كمان الموديل مش واضح لا بالنسبه لجهات التمويل ولا بالنسبه للهيئات ال... 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 التنظيميه والرقابيه. وعليه؟ وعليه محتاجين انه الكل يجتهد في اطار انه نحافظ على مشروعات الستارت اب انها تكون بتلعب دور مهم في الاقتصاد وتلعب مرحله مهمه في نقل الاقتصاد المصري انه احنا بالفعل نكون لنا حق رياده في المنطقه بالافكار الجديده. فاللي انا متخوف منه انه حالات التعثر لما بتزيد ومش بيبقى تعثر بأسباب إدارية بقدر ما هو تعثر نتيجة أمور أخرى فده قد يسيء فكرة المشروع نفسه الستارت ممكن يقضى عليها وتذهب لمناطق مناطق أخرى حوالينا في المنطقة صحيح. بسبب إنه في سوق مش سوق إدارة لكن سوق نيه فاحنا محتاجين انه الكل يجتهد إيه اللي هيقوموا على مشروعات الستارت اب يجتهدوا م. جهات التمويل تجتهد والاجهزه او الهيئات التنظيميه الرقابيه تجتهد و و و وفكره المغامره طبيعي هتكون موجوده لكن بنسب زي ما انا قلت انه نجتهد في نجتهد انه انا عندي في المشروع التقليدي اقدر احدد والله في صناعه ما في, 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 في سكيل ما أعطى لحد انه المرتبات والاجور اللي كان بيتكلم عليها الاستاذ عمرو هي نسبه ما من اجمالي التكاليف. نجتهد انه نقول انه في حاله مشروعات الستارت اب ودي هتختلف هتتباين فيما ما بين كل مشروعات الستارت اب انه النسبه دي تكون كام؟ يعني يعني اللي بيقوموا على مشروعات الستارت اب الالتزام بالقواعد علشان ما, ما نبداش بسكيل مرتبات مثلا 3000 وبعدين نقفز 10,000 ده في حد ذاته ممكن يكون سبب يعني مشكله في زي ما هو يهد المشروع ككل فعشان كده احنا بنقول نجتهد في ايه؟ نجتهد انه القائمين على البيزنس المعنيين بالاداره لازم يجتهدوا انه ينجح الفكره، ينجح المشروع وينجح مناخ الاستثمار في مشروعات الستارت اب حديث نفس مستمر ضغط لكن بالنسبه لجهات التمويل التنظيميه يعني حديث مستمر عن مشاريع الستارت في مصر انا بشكركم شكراً, شكرا جزيلا ده. استاذ عمر البربري مؤسس احدى الشركات المتخصصه في تطبيقات التعليم شكراً. ودكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار منورنا النهارده في التسعة شكرا جزيلا على وجودكم معانا كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده دمتم دايما بخير